النوتيشن. النوتيشن راح نبدأ عادة في البيس، والبيس راح نسميها بيس زيرو هذا أو فريم زيرو. فراح يكون عندي هون فريم زيرو، وبعدين راح أبدأ أمشي فريم واحد اثنين ثلاثة. راح نستعمل الاندكسينج اي، فراح يصير آخذ أنه هون عندي عند كل أكسس من هذول الأكسس في عندي جوينت. فتعريف الروبوت أو المانيبيليتر آر هو مجموعة من اللينكس، كل لينك مربوطة باللينك اللي قبلها عن طريق جوينت، وهاي اللينك مربوطة بهاي اللينك عن طريق جوينت، وهكذا. راح نبدأ نركبهم في عندي بيس، وراح نرجع كل إشي راح نعمله ريفرنس للبيس اللي موجودة هون. Arbitrarily راح أحدد مكان البيس. عادة راح نحاول نلاقي البيس اللي هي فريم زيرو، راح أحاول أحطها coincident مع فريم 1. بعدين راح نبدأ نرقب، مثلا ناخذ فريم 1 فريم 2 فريم 3، وراح نعمل attaching لفريم. attach يعني يشبك أو يربط. رح نربط فريم ب، وطبعا هذا الفريم لما بربطه هون بدي أحدد وين الإكس وين الواي وين الزد تبعته، كله طبعا حسب الرايت هاند رول. فرح ناخذ كل واحدة من هذول الجوينتس ورح نعمل اتاتشنج لفريم. فالنوتيشن تبعنا رح نبدأ بزيرو، بعدين رح نرقم واحد اثنين ثلاثة أربعة لحد ما أوصل للإند إفكتر. هذول مجموعة من اللينكس، وكل لينك مشبوك مع اللينك اللي قبلها عن طريق جوينت. هلا إذا رجعنا، هلا أخذنا هون واخذنا اول فيجر، هاي هون شفناها قبل هيك اللي هي، هاي صار عندي هذا رح نرقمه الاكسس اي، فهذا معناها انه اقرب للبيس من هذا، وهذا اقرب للاند افكتر من هذاك اللي موجود هون. في علاقه بين هذا الاكسس وهذا الاكسس. ورح نعمل هلا فريم، رح نحط فريم ورح نقرر الفريم هذا كيف رح نشبكه. مثلا رح اقرر انه هذا زد اي، راح احط مثلا اعمل arbitrary z i بهذا الشكل فرضا. راح نعمل x مثلا بهذا الاتجاه وهذا x i، واذا عملت هذا الشيء x صار موجود عندي واضح، مش هيك؟ هي حطيت هذا x بهذاك الاتجاه، صار عندي وين y لازم يكون؟ لازم يكون y بحيث انه يكون عمودي على x وعمودي على z بس بالرايت هاند. فمثلا فرضا راح يكون y i بهذا الشكل. هذه العمليه اسمها attaching او affixing. في الكتاب بيستعمل كلمه affix، ممكن تستعمل كمان كلمة attach نفس المعنى to affix أو attach a frame. فإحنا بنصير نجيب فريم ونشبك هذا الفريم. طبعا رح نشبكه بطريقة بحيث إنه يسهل علي الحسابات. يعني مثلا واضح إنه الأكسس هذا هون موجود هون بهذا الشكل، راح أحط الزد على الأكسس تبع هذا الفريم موجود هون. ليش أزيحه وبعدين أبدأ أفتش على الزاوية بينهم؟ بدي أحاول أحطه بشكل يسهل علي به. راح احط هذا مثلا هلا هون هذا راح احط الزد بهذا الاتجاه، راح وفي هلا رولز معينه او كونفنشنز معينه. راح اخذ طبعا هذا راح يكون زد اي ماينس 1 وهذا اكس اي ماينس 1، واذا بدي اتبع الرايت هاند رول وين راح يكون الواي؟ اذا كان الزد بهذا الاتجاه والاكس بهذا الاتجاه بده يكون عندي الواي داخل بالصفحه او تقريبا ماشي بهذا الاتجاه، بحيث انه يصير الاكس هيك والواي هيك تبع اي ماينس 1 وزد هيك، بحيث لما بعمل كروس برودكت من اكس لواي يعطيني باتجاه الزد. هذه اسمها affixing of frames. هلا في عندنا distance حكينا بين هذول الاثنين اللي هو الخط العمودي ما بين هذا هاي النقطة هذا الخط وهذا الخط، واللي راح نسميه AI minus 1. AI minus 1 يعني كأنه بيتبع لمين؟ المسافة بيتبع لهذا، وراح يكون عندي AI اللي بروح من I ل I plus 1. الكونفنشن مهم زي ما بدك، بدك تستعمل كونفنشن ثاني ممكن، بس احنا لازم نتبع كونفنشن واحد ونتفق عليه حتى نقدر نفهم على بعض، يكون اللانجوج تبعتنا نفسها. وراح نعرف الفا اي ماينس 1، الفا اي ماينس 1 هي الزاويه ما بين الاكسس اي ماينس 1 والاكسس اي، الزاويه اللي بينهم بهذا الاتجاه راح تكون، وراح ناخذها حوالين الاكس تبع هذا. هلا راح نشوف كيف راح نعمل افيكسنج. اذا انا هون بامكاني اطلع باي انسبكشن، باي انسبكشن يعني بس بالنظر، في عندي المسافه هاي واضحه من هون والزاويه هاي واضحه من هون الاثنين. مثال عليها اذا اخذنا هذا الاكزامبل الموجود بالكتاب، الاكزامبل هذا الموجود بالكتاب بيمثل قطعه، هذه لينك واللينك راح يصير فيها جوينت هون وجوينت هون، بس هاي اللينك ما عاملينها احنا هيك، شو عملنا فيها؟ اخذنا هذا اللي موجود هون حطينا هيك، وراح يكون في بيرنج هون. كل عارف شو البيرنج؟ لثبت بيرنج ادفش بيرنج فيها، بحيث انه البيرنج راح تشبك لينك مع لينك على هذا الاكسس، ويمكن يكون كمان في محرك هون.
بالتفصيل لما نبدا ندخل بالتفصيل من هون راح يكون في عندي بيرنج بهذا بهذه الجوينت اللي موجوده هون، وراح يكون في لينك ثاني قبلها راح تيجي تنشبك عليها من هون، وراح يصير في كومن اكسس هون بين اثنين، بين اللينك السابقه واللينك اللاحقه عن طريق الجوينت هاي اللي موجوده هون، وراح يكون في عندي بيرنج حتى البيرنج تسمح بحركه بدون فريكشن. هلا القطعه هاي الطريقه اللي تصنعت فيها انه اخذنا هذا الاكسس من هون، هلا هذه يبدو انها دائريه مش هيك؟ ما في عندنا ايفيدنس يقول لنا هاي دائريه ولا مربعه ولا في في تحت في مش هيك؟ في هون هذا مش هيك؟ هذا السكشن، هذا السكشن هو هاي اللي هون، ففي عندي هون هاي مستطيله جاي بينهم، هذه واقفه وقوف، الاختلاف الوحيد انه هاي ملفوفه ب 45 درجه. اوكي، فصار عندي هذا كانه اكسس اللي هو الزد، واحد من الزدز اللي موجوده هون، مزبوط؟ هلا متذكرين لما حكينا انه اذا عندي تو اكسس، تو خطين وكانوا متوازيين، وبعدين لفينا واحد منهم حوالين الاكسس المشترك بينهم، هاي حاله خاصه مش الحاله العامه، هاي احد الحالات الخاصه، لانه كان ممكن ما الفه حوالين الاكسس المشترك بينهم، كان ممكن الفه هيك. بس احنا بالحاله هاي كيف لفيناه؟ هيك. فهذا خط واضح انه هذا الخط العمودي على التنين، مزبوط؟ وهذا شو نعمل له؟ نعمل له لف بمقدار 45 درجة. إذا افترضنا انه هاي الآي مثلا أو لا هاي الآي ماينس 1 وهاي الآي جوينت، لهذا كأنه الزد آي ماينس 1. وهذا بس مايل طبعا، هذا هي الزد أوف آي. الآي زد. فعندي هذا صار هيك وهذا هون وبين. طيب اول شيء هلا بنيجي بنسال ايش الاي؟ هلا لاحظوا انه الاي الكونفنشن انها بتتبع هذا، زي ما حكيت ممكن تلاقي كتاب ثاني ما في شيء مكتوب مقدس انه لازم تكون هاي تتبع هذا، بس بهذا الكتاب الكونفنشن انه هاي بتتبع هذا، الترقيم تبعها انها بتتبع هاي الجوينت، واي اي بتكون اللي طالعه من هاي. هلا راح تكمل هذه القطعه وراح يمر كمان وحده ثانيه من هنا، هذه اي اي راح تتبع هذا موجود هون، فالرمز تبعها اي اي. وبعدين عندي كمان الفا اي ماينس 1 هي الزاويه بين، هلا هذا كيف لف معنا؟ لف بهذا الشكل مش هيك؟ لو انه تطلع له هلا هذا الفيو بده يكون من هون، بنطلع عليه من هون مش هيك؟ لانه طلعنا عليه من هون وشفناه هون، فهو لافف بهذا الاتجاه. لا مزبوط بهذا الاتجاه، لأن إذا بتطلع عليه من هون، إذا اطلعت عليه من هون بشوف اللي هون، إذا بتطلع من هون وين بحطه؟ هون، مش هيك الكونفنشن بالرسم؟ إذا اطلعت من هون هلا هيك عم بتطلع من هون، إيش شفت؟ شفته ملفوف هيك، هذا صار هيك جاي. فصار عندي زد آي ماينس 1 هيك، وزد آي موجود هيك، هلا زد ماينس 1 أنا راح أروح من زد آي ماينس 1 لزد آي بهذا الاتجاه، فصارت عندي الزاوية هون قديش؟ 45 45 درجة لفيناها من هون. هلا مش رح ناخذ الإشارة، رح نطلع على الإشارة بعدين، لأن الإشارة لازم تكون بالنسبة ل إكس اللي بينهم، رح نشوف الإشارة ونطلع عليها بعدين، بس هلا رح ناخذ بس الزاوية هاي، فالزاوية هاي عندي 45 درجة. هلا هي مشينا احنا من زد آي ماينس 1، هي زد آي ماينس 1 عفوا، لزد آي، لأنه هي زد زد آي لما بيكون هون برسومها رح يكون هون. هاي زد اي ماينس 1 مضبوط، زد اي وين صار؟ لفيناه هيك، فلفينا احنا 45 درجة بهذا الاتجاه، وهذا زد اي بهذا الشكل. هلا إذا جينا طلعنا هون راح نشوف إنه زد لفينا زد اي ماينس 1، أخذنا من زد اي ماينس 1 لزد اي حول أي أكسس؟ ما هو هلا مهم الأكسس بالنسبة لنا. هلا اذا فرضت هذا هون عندي الاكسس بهذا الاتجاه البوزيتيف عمالي بلف انا الزاويه كانها صارت نيجاتيف، فالزاويه هون ناقص 45 درجه بهذا الاتجاه بعتبرها. طيب المسافه قديش بينهم؟ بدي اخذها من وين لوين؟ اخذها من هاي النقطه لهاي النقطه بدنا من المركز، فبدنا ناخذها من المركز هون للمركز هون مش هيك؟ هاي المسافه واضحه، قديش هاي المسافه؟ 5 انش. هلا قديش راح اخذ من هون؟ 1 انش، من هون 1 من هون شو بتصير عندي؟ 7 انش. فا اي اي ماينس 1 بتساوي 7 انش، والزاويه هون اظن حسب الكونفنشن بتطلع معنا 45، بس بيعتمد كيف بحط اكس بينهم. دكتور اكس نعم تفضل. على الرسم هون السوليد لاين مبين انه فوق في سوليد لاين وفي هيدن، وين السوليد؟ هذا فلذلك الاكسس ما صحيح مضبوط كلامك، وكوني انا شايفه لازم يكون بلس 45
هو بس كان هون. طيب إذا هاي مفروض هاي هو حطها هون. أوكي. فبتصير زائد 45. أوكي ماشي. فأنت اللي بتقول إنه هذه هيك إن هاي الرسم هاي طالع على برا عشان هذا صوليد. مظبوط كلامك صحيح. هذه هيك. مكان هذا ولا ما كنتش بشوف هذا صوليد لاين وبشوف هذا مقطع. طيب وهاي شو صارت؟ هاي لما جيت اطلعت عليها من فوق. هاي توب فيو. مظبوط توب فيو. توب فيو مظبوط. طبعا شايفها من هون صحيح. فالزاوية صارت هاي هذا الفيو المفروض إنه موجود هناك. لانه عاده الرسم اذا بتطلع من هون وين بحط الفيو اللي شو بشوفه هون مش هيك اخذته انتو بالاصطلاح اذا بتطلع فيو من هون اذا عملت سكشن وين بشوف السكشن برسمه هناك فكانه هاي المفروض تكون هناك بس واضح مظبوط زي ما حكى نادر مظبوط صحيح هاي الرسم هاي السكشن موجود هناك فبتكون الزاويه اظنها زائد 45 بصير حسب الاكس اكسس اللي انا باخذه هون